السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة محترف النت. أولا مش هطول عليكم في الفيديو. الفيديو ده طلعت عشان أقول فيه بالنسبة للناس اللي كانت بتكلمني وتقولي أنت سبت اليوتيوب وهل كده قناة محترف النت وقفت تماما ومش هتشتغل تاني. أحب أوضح نقطة إن قناة محترف النت ما وقفتش، هو بس بسبب شوية مشاكل في قناة محترف النت فحاليا قللنا الشغل عليها، لكن احنا عملنا قناة تانية باسم محترف النت 2. وطبعا اتمنى جدا انكم تدعموني على القناة التانية دي ونقدر ان احنا نوصلها ل90 و100 الف مشترك زي ما القناة دي وصلت. والقناة دي ان شاء الله هنحاول ان احنا نحل شوية المشاكل بتاعتها والشغل فيها يرجع زي الاول، بس احنا حتى الان مش هنوقف شغل على قناة محترف النت، هنشتغل زي ما احنا عليها مفيش اي مشاكل. زائد ان احنا حاليا اكترية الشغل هيبقى على القناة التانية، هسيب لكم الرابط بتاعها اسفل الفيديو عشان تخشوا وتشتركوا فيها وتدعمونا برضو فيها. واغلبية الفيديوهات اللي احنا هنشرها الايام دي هتكون ان شاء الله على قناة محترف النت 2 اللي هي القناة بتاعتنا التانية. اتمنى جدا ما يعني ايه تدعموني. وطبعا ان شاء الله هنبدأ في فيديوهات كتير بسبب ظروف دراسية، فانا ما كنتش عارف ان انا اشتغل على القناة وما كنتش عارف ان انا ارجع تاني، فطبعا بعتذر جدا للسادة متابعين قناة محترف النت، وان شاء الله اللي هنرجع وهنبقى احسن من الاول. شكرا ليكم، استنونا الفيديو الجاي.